والله كنا نايمين نحن الساعة 4:15 وازن البنايات كلها صوت الزلزال يعني صار زنزان. كنا نايمين نحن بالأوضة صار الأرض تطوس تحتنا. نزلنا لتحت نشوف ايش صار وازن البنايتين هذول طيبات. طلعنا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. صرنا نطلع على العالم الخلو إذا في حدا عم يسمع الصياح. بس وين؟ ما عبين علينا صايرين كلهم تحت. هيدا كاملين ابن عمي وزوجته وبنته وابنه هدول توفوا. طلعناهم بعد شي 5-8 ساعات تقريبا من تحت الانقاض وانتشلنا تنتين احياء هن بمشفى الجامعه موجودين حاليا. دخلوا على العمليات ووضع مقبول الحمد لله رب. الثاني كمان وضع لا بأس يعني الحمد لله رب العالمين.